حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. رجحت غرفة التجارة الإيرانية العراقية بأن تسجل صادرات إيران إلى العراق رقما قياسيا قد يصل إلى 12 مليار دولار خلال هذا العام. وقال عضو مجلس إدارة الغرفة حميد حسيني، قال إنه على الرغم من انخفاض قيمة الصادرات بنسبة نحو 8% في الأشهر الأربعة من هذا العام مقارنة بالعام السابق، إلا أن حجم الصادرات الإيرانية إلى العراق زادت، موضحا أن حجم الصادرات الإيرانية إلى العراق خلال العام الماضي بلغت نحو 2,398,000,000 دولار، فيما وصلت الصادرات الإيرانية للعراق في العام الحالي إلى 2,927,000,000 دولار. تصدر العراق قائمة البلدان الأكثر استيراداً من الأردن خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بقيمة إجمالية بلغت نحو 220 مليون دولار. وشهد حجم التبادل التجاري بين الأردن والعراق حالة من الفتور بعد غزو الولايات المتحدة الأمريكية للبلاد سنة 2003، تخللتها حالة من اختلاف الرؤى والمواقف حول العديد من القضايا الداخلية والخارجية قبل أن تعود العلاقات تدريجياً مع اتفاقية التعاون المشترك بين العراق والأردن ومصر. أعلنت وزارة الزراعة والموارد المائية في كردستان العراق تصدير نحو 2000 طن من محصول البطاطا إلى الخارج، وقالت الوزارة إنه إضافة إلى الإقبال الداخلي فإن هناك طلباً أيضاً من الخارج على المنتجات المحلية في كردستان، مضيفة أنها تصدر 500 طن من البطاطا أسبوعياً، أي ما معدله 1000 طن شهرياً خلال توفر هذا المحصول في موسم حصاده. وكانت حكومة كردستان العراق قد أعلنت يوم الاثنين الماضي عن بدء تصدير محصول البطاطا المحلية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. قفز معدل التضخم السنوي في مصر إلى أعلى مستوياته على الإطلاق ليصل إلى أكثر من 38% مقابل أقل من 37% في شهر حزيران الماضي. وتعتبر أسعار المستهلك المسجلة الشهر الماضي الأعلى منذ 60 عاماً على الأقل، فيما أكد اقتصاديون أن وصول التضخم في مصر إلى الأرقام الحالية سيؤدي إلى استمرار قفزات أسعار السلع والخدمات وتدني القدرة الشرائية للمواطن المصري وزيادة الضغوط على العملة المحلية. هذا وكان الجهاز الحكومي المصري قد أقر بأن أسعار المواد الغذائية والمشروبات ارتفعت بشكل حاد في البلاد وبنسبة زيادة وصلت إلى أكثر من 68%. تكبدت أكبر الشركات في أوروبا أكثر من 100 مليار يورو من الخسائر المباشرة بسبب تأثر عملياتها في روسيا بعد غزو موسكو لأوكرانيا العام الماضي وفرض الغرب عقوبات واسعة ضد روسيا. هذا وأشارت تقارير غربية إلى أن العقوبات أضرت بالدول الأوروبية وشركاتها، وسجلت 176 شركة أوروبية انخفاضاً في قيمة الأصول ورسوم المتعلقة بالعملات الأجنبية ومصروفات أخرى نتيجة بيع أو إغلاق أو تقليص الأعمال التجارية الروسية. وقالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إن الخسائر التي تكبدتها هذه الشركات لا تشكل الآثار أو لا تشمل الآثار غير المباشرة على الاقتصاد الكلي للحرب في أوكرانيا مثل ارتفاع تكاليف الطاقة والسلع. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.